مليارات الهلا بكل مشاهدينا وين ما تكونون، احمر لو اسود اكيد جاكم على الساعه 9 وراح نكون وياكم على مدار الساعه باستقبال الاتصالات. رمضان كريم، رمضان مبارك على كل مشاهدينا وين ما تكونون. مثل ما تشوفون نرجع مثل ما شرح لكم البارحه زميلي علاء، قدامكم 22 ورقة، هنا 10 ورقات باللون الأحمر زائد جوكر أحمر، وهنا 10 ورقات باللون الأسود زائد جوكر الأسود. للمصداقية عرضنا لكم من 1 لـ10، من 1 لـ10 زائد جوكرين أحمر وأسود. فهسه راح نبلش نجمع الورق حتى نستقبل اتصالات. أنا ما راح أضيع عليكم أي وقت لأنه أريد الربح بسرعة بسرعة. نحط الستاند على صفحة. نذكركم أكيد بشروط البرنامج، اللي يحب يشترك لازم يتابعنا، ضروري جدا المتابعة يا شباب. اللي يحب يشترك ببرنامج أحمر لو أسود لازم يكون مقابل شاشة السومرية ومقابل برنامج أحمر لو أسود. والشرط الآخر لازم تنصون صوت التلفزيون حتى نسمعكم كلش. واضح الاتصالات كلش هواية وحابين انه الكل يشترك والكل يربح ويانا باحمر لو اسود، وان شاء الله الربح للجميع. ونقول الو. الو الو، السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة، من ويانا؟ رمضان كريم عليك. رمضان مبارك عليك. الاسم الثلاثي ان شاء الله. الاسم الثلاثي ضحى ضياء. ضحى ضياء شنو؟ ضياء عبد الزهره. عبد الزهره، تمام. ضحى ضياء عبد الزهره، انتظر منك تقولي لي اتوقف من الخلط او الخبط. يلا ضحى. ضحى تسمعيني؟ ضحى صار لون احمر لان هنا. دقيقه 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 ضحى. ضحى تعرفين انت شروط البرنامج؟ اي لازم تقولي لي اتوقف عن الخبط. هسه دا اخلط الورق. وقفي قلت لك. اوقف، تمام، حاضر. هذا الورق يا ضحى اقسم. قسمي. حلو، يلا ضحى. وقسمنا بالنص، تحبين يمنى لو يسرى؟ والله اختار اليمنى. اليمنى، اذا يمنتك يا ضحى وهذه ورقتك يا ضحى. اوكي ضحى، ورقتك تقول لك أيه. ضحى احمر لو اسود؟ انا احب اللون الاحمر واصلا لابسه احمر، فانت شو تقولين يا حلوه؟ انا والله اقول اذا لابسه لون احمر يعني كلش لايق لك اكيد هسه، ف يعني يا اوف كورس احمر. احمر؟ احمر. يلا احمر. احمر ويا رقم لو بدون يا ضحى؟ بدون ان شاء الله. بدون. اذا ضحى قالت اللون الاحمر وبدون رقم. ضحى افتح. يلا ضحى مجهزه. ضحى 100,000 دينار عراقي. الف الف مبروك يا ضحى. شكرا. مبروك مبروك عليك، مبروك على العائله يا ضحى. حلو 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 حلو، جميل. اول 100,000 دينار عراقي، جميل جميل. يلا ناخذ اتصال اخر. ضحى متابعه وجايه بحماس. شوفوا مشاهدينا، البرنامج يعتمد على الاحساس والالهام والحظ السعيد، اذا حظك حلو فلازم تتصل ببرنامج احمر لو اسود. اقول الو. 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 مرحبا، اهلا وسهلا. مرحبا. يا سعود. اهلا وسهلا، شلونكم؟ شلونك سعد؟ شخبارك؟ الله يخليك. الحمد لله. سعد اعطيني الاسم الثلاثي لو سمحت. سعد جميل داوود. الله، هلا بسعد جميل داوود. الله شنو هالصوت؟ مبين انت اليوم جاي تاخذ نص مليون دينار. الله الرقم الله. الصعب. الله الله عليك. يلا سعد من وين تتصل بينا؟ انا من لندن. اهلا وسهلا بلندن. يقولون فيزا لندن بعدها صعبة مو سعد؟ شوية شوية، يعني إذا ربحت وياي. إذا تنوين تأمري أنا ساعد شوية. على عيني، بس مو بس أني، أني والكنترول كلنا نجي يمك. أهلا وسهلا. ثانك يو ثانك يو مسيو سعد. يلا أستاذ سعد، هسه يا ابن لندن
أتوقف عن الخبط. أوكي. يلا توقفت. أستاذ سعد ورقك بالنص أقطع. أوكي. أقطع. أقطع. يلا قطعي. يلا تمام قطعنا. أستاذ سعد بلندن يقولون الستيرن يسرق. الستيرن كله يسرق. أنا أخذيه منه. أخذيه. إذا left or right. 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 حلو. حلو يا سعد. وقال رايت. رايت شنو بالعربي؟ أقول لك. آسفة. غير ضيعتوني. يسرى سعد. إذا نقول ستيرن عند سعد يسرى مثل سيارات لندن. سعد تعرف فرنسي لو لا؟ نعم. تعرف فرنسي لو لا؟ لا والله. لا والله شوي. بس تدري أنت بالفرنسي روج أونوار يعني أحمر لو أسود؟ أحمر حاطط اللون الأحمر. أحمر. يلا يا روج. يلا يلا يا سعد. يلا أحمر. تكتفي فقط أحمر باللون الأحمر لو تأخذ ويا رقم. سعد رقم شنو؟ أخذ ويا رقم. شنو الرقم؟ الأحمر مع رقم. شنو الرقم يا سعد؟ الرقم ما هو؟ سبعة. سبعة يا سعد. سعد دائما يقول لك رقم سبعة هو رقم الحظ. بس أريد أعرف أنت ليش اختاريت اللون الأحمر يا سعد؟ اللون الأحمر اللي أنت لابسه أسود، الأحمر يجي عليك حلو. ثانك يو. خجلت. شو متكلم عن جد يعني حبيت. أوكي سعد تمام، اختاريت اللون الأحمر واختاريت رقم سبعة. رقم سبعة ليش؟ الحظ 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 مالتي رقم الحظ. إذا أنت يا سعد لون الأحمر رقم سبعة تلعب على 350 ألف دينار عراقي. مستعد إنه نكشف الورقة يا سعد؟ سعد نعم مستعد نكشف الورقة سعد؟ شلون؟ عفوا مش سعد أكشف الورقة؟ لو اشتريها منك ب 100 ألف دينار عراقي وما نكشفها لك يعني ما ابي اكشفها. اكشفها يعني ما تريد اشتريها منك يعني انطيك 100 ألف وما نشوفها. شنو رايك؟ لا لا اخذ 350 ما ابيعها. اوكي اعتذر. والله سعد متنافس. سعد سعد من الاخر. سعد لعيب. سعد واقول لك للاسف هارد لك يا سعد. هو صح اللون الأحمر لكن 10 صح. والله الأحمر كلش يلوق لي صراحة. شكرا سعد وسلامي لأهالينا بلندن. يلا ناخذ اتصال آخر ونقول هلو. ألو هلو. لا تنسون انه رساله صغيره على الواتساب على 0787-900-40 دا تشوفون انه المشاهد او المشترك لازم يكون متابع لشاشه السومريه وبرنامج احمر لو اسود. فيا ريت انه اللي يشترك ويانا يلتزم بشروط المسابقه انه يتابعنا بكل شروط او بكل الخطوات اللي نقوم بها. خطوه الخلط وخطوة إنه نقسم الورق وخطوة إنه يختار الجهة اللي تعجبه بعدين اللون اللي يعجبه وبعدين يختار يا لون يا لون ورقم. ونقول ألو. سعد سعد إيش بيك؟ من قلت لي اللون الأحمر هيجي والله إلا عقب ألبس لك لون أحمر يا سعد. شنو رأيك مضار؟ تمام. الأرقام يمكن دا يصير شوية لود كلش قوي شوية شوية. هلا هلا دا نختار إحنا الأكثر إنه يدز مسج على الواتساب مثل ما شفنا البارحة الشباب كلش أكتف نشيطين. وصلت يمكن 400 مسج و500 مسج و600 مسج واليوم ما شاء الله دا يقولوا لي الكنترول إنه 3000 مسج واصل على أكيد الواتساب الخاص بأحمر لو أسود. وأقول ألو. ألو تسمعونني؟ ألو ألو ليش مستحي؟ ألو ألو
من وياي بنيه ولد من وياي؟ مدى اسمع صوت بعيد. وياكم السلام. منو؟ بس الصوت يا ريت الصوت شويه تعلو من تحجون ويانا. شنو؟ مصطفى، مصطفى تسمعني؟ مصطفى، مصطفى اريد اول شيء اريد تعلي صوتك من تحكي وياي. بالله انطيني اسمك دا. الثلاثي يا مصطفى، انطيني اسمك الثلاثي. مصطفى يوسف حسين. مصطفى يوسف حسين، انت تشاهدني على السومرية؟ نعم. حلو، يلا مصطفى. يلا مصطفى، من وين مصطفى؟ من وين؟ دا تتصل بينا. مصطفى. مصطفى يوسف. من وين دا تتصل بينا؟ من وين؟ الصوت دا يقطع يا مصطفى، ليش أنت بمكان ما بي إرسال؟ للأسف انقطع الاتصال، وناخذ اتصال آخر ونقول ألو. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة، من ويانا؟ فردوس جاسم محمد. رمضان كريم عليك إن شاء الله. علينا وعليكم. انطيني الاسم الثلاثي بطريقة أوضح لو سمحتي. شنو؟ فردوس جاسم محمد. أوكي، بس فردوس، فردوس، فردوس جاسم. نعم. محمد فردوس. يلا هسا انت. نعم. دخلتي خطوات وشروط لعبة احمر لو اسود، جاهزة؟ جاهزة. يلا يا فردوس. فردوس اتوقف؟ توقفي. توقفت. فردوس اقطع؟ اقطعي. يلا نقطع يا فردوس، يا فردوسة. فردوس امام الجهتين. نعم. يا جهة تفضلين، يسار لو يمين؟ انت شو تقولين؟ اني والله اني هنا أنا خطية مغلوبة على امورها، بس اسمع كلامكم. يلا نختار اليسرى. اليسرى يلا. ويسرتك يا فردوس. فردوس هذه ورقتك امامك، تمام؟ فردوس شنو تحبين يا لون، الاسود لو الاحمر؟ الاحمر. الاحمر. ليش اختاريتي اللون الاحمر؟ لانه ملابسك هواي احمر، لانه تحبين الحب؟ اي انا احب اللون الاحمر. اوكي اوكي اوكي، يلا تمام يا فردوس. احمر ويا رقم لو بدون رقم؟ برقم. برقم، شنو الرقم؟ ايش تتوقعين؟ ايش تتوقعين جوا هاي الورقه اللي قلتي عليها اللون الاحمر؟ خمسه. خمسه، اذا بانتظارك 250 ألف دينار عراقي. تلعبين على 250 ألف دينار عراقي خمسة لون أحمر. حلو، ليش اختارتي رقم خمسة؟ شهر ميلادك؟ تتفائل بي. تتفائلي، تمام. تسمحي لي أكشف الورقة فردوس؟ أي نعم. يلا يا فردوس، جاهزة؟ جاهزة فردوس؟ جاهزة. فردوس للأسف، للأسف أسود تسعة، للأسف فردوس هارد لك. يلا ناخذ اتصال آخر ونقول ألو. ألو. مرحبا. مرحبا. من ويانا؟ شنو هالصوت الحلو؟ منار علي. منار علي شنو؟ بغداد. منار علي شنو الاسم الثلاثي؟ عامر. منار علي عامر من بغداد. منار اليوم تتوقعين انه راح تفوزين ويانا؟ إن شاء الله. إن شاء الله. من وين منور؟ من السيدية. يا هلا بالسيدية، هلا ومية هلا بالسيدية. أكثر. يقولون السيدية حظهم فول. إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. يلا منار، دوم الضحكة. منار أتوقف عن الخبط؟ يلا توقفت. تمام، توقفت عن الخبط يا منار. أقسم الورق. أقسمي. يلا تمام، قسمنا الورق يا منار. وأمام الجهتين شنو تختارين؟ يمنى لو إن شاء الله يسرى؟ يمنى. يمنى، حلو حلو يا منار، تحب جهة اليمنى، إذن منار اختارت اليمنى. ونقول لك منار ورقتك تسألك أحمر لو أي. أسود؟ أسود. أسود، رقم بدون رقم منار؟ رقم. منار قوية، تحب الرقم الصعب، حلو. شنو الرقم اللي تحسين انه انت اليوم راح تفوزين بي ويا الرقم الاسود او يا اللون الاسود اللي اختارتي؟ رقم ستة.
ستة يا منار، وده تلعبين على 300,000 دينار عراقي يا منار. منار لون أسود ورقم ستة، ليش اختاريتي رقم ستة؟ يعني هي شيء أعتبره رقم حاضر. منار، أي تحسين أنه أكو ستة رقم أسود بهذه الورقة؟ أي تحسين اليوم أنت رح تاخذين من عندنا 300,000 دينار عراقي منار؟ إن شاء الله. منار، نعم منار، أنت نعم بنت السيدية جميلة. أي تقول لك ورقتك هارد لك يا منار. للأسف للأسف يا منار، تمنيت تفوزين ويانا لكن نقول لك هارد لك. نقول ألو. شنو؟ شعيات هذا؟ ألو؟ هاي ليش دتبتشوها؟ ليش دتبتشوها؟ ألو؟ ألو مرحبا، شلونك؟ ألو السلام عليكم. عليكم السلام، منو دا يبكي عندك؟ منو دا يبكي؟ هاي ما يبكي، ذولا هاي بنتي صيح. هذا الصيح. هي مدام النجف. سلمي لنا عليها، سلمي لنا عليها. ولا باي، شنو اسمها؟ شنو اسمها؟ شوف دا اسوي لها باي باي. ولا دا اسوي لك باي باي. باي باي. شنو اسمها؟ زين. اسمها سما سما. سما سما، ليش تبكين سما؟ لا تبكين. هسه ماما راح تفوز. الأطفال ساعدوني. يلا يا ام سما، الاسم الكامل شنو؟ اسمي هدى نعمان حسين. هدى نعمان حسين. هدى نعمان حسين. هدى من وين انت؟ نعم. هدى من وين؟ انا من النجف. هلا من النجف الاشرف، يا هلا. الله يخليك. مليار الهلا. الله يخليك. هلا هلا بهلنا بنجف الاشرف. بعد قلبي. بعد قلبي. يلا تمام، شو كنت اتوقف؟ ام سما حبيبتي. ايه. قطعي قطعي. اقطع. توقفت اذن؟ اقطع. ايه توقف. اقطع، جاي من الاخر، جاي من الاخر، مستعجله. هم هيك اهل النجف دغري هيك. يلا يمنى لو يسرى، يمنى لو يسرى. لا لا يمنى يمنى يمنى. يلا هلا هلا بيمنت هدى. يلا تمام. ام سما، ام سما الغاليه، نقول لك احمر لو اسود، شنو تحبين؟ احمر لو اسود؟ اسود اسود بدون رقم. اسود بدون رقم، حلو حلو. اذا نوخر الورق شويه، نعطي مجال لورقتك حتى تمشي بدربها وتكشف نفسها. اسود نعم. وبانتظارك 100,000 دينار. دا تشوفيني على الشاشه؟ دا تشوفيني؟ اي اي. دا اسحب الورقه اكشف ان شاء الله. سحبي. يلا سحبي حبيبي. هارد لك هارد لك. حظ اوفر ان شاء الله يا ام سما، حظ اوفر. ولا البتك ما يصير تبكين، هذا احنا برنامجنا يعتمد على الحظ، لازم اللي يتصل بينا يضحك. المفروض اللي يتصل بينا يضحك، عنده الهام، سعيد، متونس، فرحان، حتى يفوز ويانا، لانه لعبه الورق تعتمد على الاحساس والالهام والحظ الحلو. واهم شيء ان الشخص يكون متابعنا وفاتح شاشه السومريه حتى يعرف خطوات البرنامج. ونقول الو. قبل ان ناخذ اتصال فاصل، خليكم قريب شاشه السومريه، راجعين. احمر لو اسود، فاصل. رجعنا اكيد من بعد الفاصل، مستمرين باحمر لو اسود. مثل ما تشوفون بعدني دا اخلط الورق، وبانتظار اتصالاتكم. واللي يحب يشترك ويانا مسج صغير على الواتساب موجود اسفل الشاشه، الارقام 07 8700 940. طبعا كلش دا احب انه اكو شخص مشترك ويانا داز لحد الان، صار ليومين 3000 مسج، 3000 مسج. ونقول الو. الو، يعني ايش قد احب متابعين السومريه من يكون عندهم ثقه كلش كبيره ببرامجنا بالمصداقيه، لان الاتصالات كلش هوايه وهذا الشيء يفرحنا. وهسه ويانا الشخص اللي قلت لكم عليه داز بالضبط 3000 مسج، او داق علينا او متصل علينا 3000 مره. فصل، ارجعوا اتصلوا بي، ضروري جدا هذا الشخص انه يشترك ويانا، لانه صراحه ما اعرف ايش قد من الوقت هل قد داق علينا من 3000 مرة. عفي عليك والله. يلا
ناخذ اتصال ونقول الو. ما في. يلا مثل ما قلنا لكم انه لا تنسون اذا طلع لكم جوكر مع لون الصح راح تربحون ويانا 150 الف دينار عراقي، واللي يختار مثلا 10 رقم احمر راح يلعب على 500 الف دينار عراقي، يعني مبلغ صراحه يسوى يعني نص مليون دينار عراقي. ونزول التسعه يصير 450، والثمانيه يصير 400، والسبعه يصير 350 الى اخره، تنازلي اكيد المبلغ راح يصير. فاني هسه بانتظار الاتصال اللي راح ياخذ من عندي نص مليون دينار عراقي. اليوم أغلبية الاتصالات تختار لون بدون رقم، ونقول ألو. ألو، مرحبا. لا تنسون الأرقام أكيد، بس شوية شوية هلا هلا على الواتساب مالتنا، لأنه بصراحة مدى نلحق على الاتصالات ولا على المسجات، فهلا هلا بينا أكيد. يا ريت مسج واحد كلش كافي أنه إحنا راح نختارك. هي مو بالكمية أكيد، مو بالكمية، لأنه يصير لود كلش كبير على الواتساب. لا تنسون الواتساب موجود 078-700-940. علي بشرني، وين الاتصال؟ بويا 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 طبون. يلا نقول الو. الو، تمام انا مريض. الو، من ويانا؟ يا الله، تمام. تفضل يا عين. من ويانا؟ انت تفضل خويا، من ويانا؟ احمد نون محمود. احمد نون محمود، تمام. احمد ابو شهاب. احمد نون محمود، دا تشوفني على السومرية ابو شهاب؟ اي نعم. يلا تمام، قل لي احمد اتوقف عن الاتصال؟ نعم. اتوقف عن اتوقف عن الخلط. اتوقف عن الخلط. لا تغلطين يا معوده، شلون تسدين الاتصال؟ اعتذر والله، اعتذر حقك علي والله، ننتظر غير اتصالاتكم. الفنان الرائع المرحوم. يلا تمام ابو شهاب، ابو شهاب شوي علي لي صوتك حتى اسمعك زين، حتى نبلش بخطوات الاشتراك. يلا تمام، جاهز؟ جاهز. يلا تمام، اتوقف عن الخلط يا احمد. احمد للاسف انقطع الاتصال، ليصير لود كلش كبير على الاتصالات. يا ريت انه شوي شوي. الو احمد، ناخذ اتصال اخر، نرجع لك اكيد احمد اذا شاهدنا، نقول الو. الو، مرحبا. احمر لو اسود؟ مرحبا حبيبي. حبيبتي من ويانا؟ حياة كامل حسون من بابل. حياة كامل حسون، يا هلا ببابل، هلا ومية هلا ببابل. يلا حياة، اسمك كلش حلو بصراحة. حياة اتوقف حبيبي. اتوقف عن الخلط، جاهزة؟ اوكي توقفي. يلا توقفت، تمام. اقطع بالمنتصف، اقص الورق. يلا قصينا الورق بالنص، تمام. حياة طبعا. بنت بابل، انتي تحبين اليمنى لو اليسرى؟ تحسين حظك والالهام يمنى؟ ان شاء الله اليمنى. ان شاء الله يمنى، ان شاء الله. تمام. حياة هذه ورقتك؟ نعم. وتقول لك ورقتك احمر لو اسود؟ والله انا احب الاسود، بس راح نقول احمر لانه على لون شعراتك. على لون شعراتي، فيري نايس. اوكي يا حياة. حياة فعلي. شوفي، اذا اختاريتي بس لون فانت دا تلعبين على 100,000 دينار عراقي. اذا اختاريتي ويا رقم فحسب الرقم احنا راح نقول لك ايش قد تلعبين. تريدين ويا رقم لو تكتفين فقط بال 100,000 دينار عراقي؟ خلينا نكتفي بال 100,000، ما نصير طماعين، وان شاء الله نلعب على الاكبر ان شاء الله. ان شاء الله. يلا مستعده نكشف الورقه؟ يلا. حياه وقالت اللون الاحمر، ونقول لك الف مبروك، انت ربحتي ويانا 100,000 دينار عراقي. الله، شعري الاحمر حظه حلو. ثانك يو.
يلا رجع احمد، شكرا. حياة اكيد تواصلي ويا الكنترول لاخذ تفاصيلك باستلام مبلغ. ونقول احمد ابو شهاب، ابو شهاب تسمعني؟ احمد. نعم نعم. هلا باحمد، هلا باحمد اللي جاي راح يلعب على الرقم الصعب. عم انقطع احمد اليوم، حظك كلش مو تمام ويانا. والله يا اخويا لو تروح بمكان بيه شبكه احسن لك. يلا ناخذ اتصال اخر، رجاء اتصلوا باحمد لانه احمد كلش حاب انه يشارك وهذا حقه. وانت اذا تفصله يا احمد احنا بدنا نتصل بيك، لكن انت اذا تفصله فيا ريت انه التليفون تعوفوه اكيد متوفر بدون ما تتصلون او تدزون مسجات، لانه ما راح يفيد. احنا اوردي راح نتصل بيك يا احمد، يعني لا تدز مسجات او لا تتصل لو سمحت بليز. يلا ناخذ اتصال. اكو اتصال علاوي؟ تمام. نرجع نذكركم انه خطوات الاشتراك لازم تتابعون. هذا تشوفون انه البارحه ويا زميلي علاء يمكن بعض المشتركين ما سمحنا لهم بالاشتراك لانه ما يتابعون شاشه السومريه. لعبه احمر لو اسود تعتمد على المتابعه وتعتمد على الخطوات اللي تصير امام عيونكم، يعني التوقف من الخلط لان هذا حظ. تدرون انتم احمر لو اسود يعتمد على الحظ والاحساس والالهام. نقول الو. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة، يا هلا ومية هلا، من ويانا؟ وياكم سارة عادل من بغداد. سارة عادل شنو؟ الاسم الثلاثي. سارة عادل إبراهيم. سارة عادل إبراهيم من بغداد، من وين من بغداد يا سارة؟ من الزعفرانية. هلا بالزعفرانية، هلا ومية هلا بالزعفرانية. يلا يا سارة. يلا يا سارة، أتوقف عن الخبط؟ توقف. توقفت توقفت تأمرين سارة. أقسم الورق بالنص. أقسم أقسم أوكي أقطع. تمام سارة، تحبين اليمنى لو اليسرى؟ شنو تختارين؟ اليمنى. يمنى يمنتك يا سارة. إن شاء الله يا رب يا سارة. إن شاء الله. خل بعد الورق حتى نقول لك أحمر. نعم. لو أسود يا سارة؟ أسود. أسود إن شاء الله. أسود إن شاء الله. تلعبين على 100,000 ولو ويا رقم؟ بلا رقم. بلا رقم. بلا رقم. أسود يا سارة يا بنت الزعفرانية. أكشف الورقة؟ نعم. أنت شو تقولي بالبداية؟ شو أقول؟ أنت على أنت شو تقولي؟ والله أنا مغلوبة على أمري، يعني هنا أنا بس ما اتدخل ابد. واشوف هنا تهديدات مديري، ما احكي لك امين الصندوق هذا، امين امين الخزنه، ما اقدر لا اشوف بعد ارجف تهديدات. ساره اكشف الاسود؟ نعم نعم نعم. يلا يا ساره نقول لك حظ سعيد. نعم. لك يا ساره ونقول لك الف مبروك يا ساره، 100,000 دينار عراقي. يا عفية بسارة، عفية عفية بسارة. ونقول ألو. ألو. مرحبا. مرحب. أهلا وسهلا. أهلا بيك. شنو أخبارك؟ الحمد لله بخير. من ويانا؟ حسين فخر من بغداد. حسين شنو؟ حسين فخري شاكر من بغداد. حسين فخري شاكر من بغداد. يا حسين يا أبو علاوي قل لي من وين انت؟ من بغداد؟ من وين من بغداد؟ من الدورة. هلا بالدورة، هلا بالدورة اللي يلعبون وخوش يلعبون. ورقاني حاسة اليوم انت راح تلعب على الرقم الصعب. يلا يا ابو علاوي ونقول لك شكت اتوقف من الخبط. توقفت. توقفت امر. وهذا ورقك يا حسين. نعم. اقسم بالنص؟ اقطع بالنص؟ اوكي. يلا ده شاهدني انت؟ اي ده شاهد. تمام. حسين، حسين فخري شاكر. خويا تحب يسرى يمنى؟ يمنى. يمنى. اذا يمنتك يا حسين. دقيقة نعدل الورق. حسين احمر لو اسود؟ لون شعرك؟
يا شعري هذا يبي يا شعري استاذ وليد بليز. يعني احمر احمر لو اسود لون شعري هذا برتقالي محير. مو قدامي طالع احمر. هذا احمر وكذا يعني احمر. اي نعم. اذا قال حسين احمر. احمر ويا رقم لو بدون رقم؟ لا بدون رقم. بدون رقم. حسين انت تلعب على 100,000 دينار عراقي، جاهز اكشف لك الورقه؟ اي نعم اكشفها. حسين وتقول لك ورقتك انت. يا حسين جوكر بس لون الاسود. عوفوا شعري عوفوا شعري هي مر. حسين جوكر لون الاسود هارد لك، لو احمر اكيد راح تفوز ويانا ب 150,000 دينار عراقي. ونقول الو. الو مرحبا اهلا وسهلا. انقطع الاتصال، ناخذ اتصال اخر. لكن قبلها ارجع بس اذكركم بالجوكر، اذا طلع لكم الجوكر مع لون الصح اكيد راح تربحون 150,000 دينار عراقي. ونقول الو. الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام. اليوم البنوتات ما شاء الله تقولون السامري ويسابوا يا شباب، بنات يتابعوها هواي. الو. هي السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه. رمضان كريم عليك. منو ويانا؟ رمضان كريم. تغريد صالح عبد الله. اهلا وسهلا تغريد صالح عبد الله. من وين تغريد؟ من الناصريه. يا هلب هلب بديرتي هلب بتولايتي اللي جايه من الاخر جايه من الاخر على الرقم الصعب. انت شنو اليوم تحسين راح تفوزين ويانا لو لا؟ والله احساسي ما اعرف. يلا ان شاء الله توكلي على الاحساس والحظ والالهام وقولي لي شو كنت اتوقف يا بنت الناصريه عن الخبط. اتوقف؟ اتوقف. توقفت. تمام. اقسم بالنص الورق؟ اقسمي. يلا اقسمي. يلا هلا بتغريد جايه من الاخر متابعه. شوف هم اصلا هن الناصريه هيجي دغريه ويتابعون ومركزين وحلوين شنو هاي؟ يلا. يمين يسار تغريد. ان شاء الله يمنى. ان شاء الله يمنى. ان شاء الله يمنى يا رغوده. وتحبين اللون الاحمر لو الاسود يا تغريد؟ تغريد نعم. احمر لو اسود؟ ان شاء الله كل اسود. ها ما ادري. ان شاء الله اسود. ان شاء الله اسود. ان شاء الله اسود. مع رقم لو بدون رقم يا تغريد؟ بدون رقم. بدون رقم. اسود وبنت الناصرية وتحب اللون الاسود ومن الاخر وجاية دغري تريد بس 100,000. ونقول لك يا تغريد يا بنت الناصرية الف مبروك، ربحتي ويانا اكيد 100,000 دينار عراقي. انت كذا انت كذا. شكرا تغريد. باي. اهلا وسهلا. باي باي. يلا ناخذ اتصال اخر. الشباب اريد شويه حماس اكثر. شو اليوم بس الوان؟ شو الموضوع يا اخي؟ والله والله صايرين المشتركين متواضعين جدا. لون بس لون. قولوا رقم. نص مليون. 450 400. اكيد الارقام موجوده اسفل الشاشه. ارجع اذكركم فقط مسج صغير على الواتساب احمر لو اسود حتى نرجع نتصل بيكم. والأرقام موجودة أسفل الشاشة 0787-700-40. ولا تنسون أنه كثرة المزجات ترى يعني مو بالمهم، المهم أنه أنت تشترك وتدز مسج وإحنا راح نشوفه ونرجع نتصل بيكم بدون ما تصرفون فلس واحد. يعني اتصال مجاني يعني سولف وياكم ايش قد ما تريدون. ونقول ألو. اليوم شبيهم شكرا. الو مرحبا. اهلا. الو مرحبا. زهوره شلونك؟ الو مرحبا. شلون الزهراء؟ الحمد لله. الاسم الثلاثي يعني كل الزينه دام انت بخير. زهراء حيدر رشيد. زهراء حيدر رشيد من بغداد. اهلا وسهلا يا بنت بغداد. يلا زهوره اتوقف عن الخبط؟ جاهزة؟ اتوقف. توقفت. حلو حلو بزهراء. زهراء
أقطع الورق بالنص. قطعي. أقطع. ده تتابعيني زهراء؟ إيه جاي تابع. تمام. هذا الورق قطعناه بالمنتصف. تحبين يمنى لو يسرى؟ شنو تفضلين يا جهة؟ يسرى. يسرتك يا زهراء، ونقول لك هذه ورقتك. إذن اختاريتي اليسرى يا زهراء. زهورة، هنا البرنامج يطرح عليك الكلمة الأهم أو الجملة الأهم. أحمر لو أسود؟ إن شاء الله أسود. إن شاء الله أسود. ويا رقم لو بدون رقم؟ لا بدون رقم. بدون رقم. شنو اليوم؟ ماكو أرقام اليوم. اليوم ماكو حب تنافس. إذن قلتي اللون الأسود، ده تلعبين على 100,000 دينار عراقي. جاهزة؟ أفتح لك الورقة زهراء، ده تتابعيني؟ أي صحيحة. يلا تمام زهراء، ونقول لك ألف مبروك. اللون الأسود. شكرا. ربحتي ويانا 100,000 دينار. شكرا. عراقي. شكرا. تتهنين بهم إن شاء الله. شكرا جزيلا على اتصالك. ونقول ألو. ونقول ألو. 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 مرحبا. أحمر لو أسود وياكم. ألو تسمعوني؟ هذا حس التليفون واقع بالمي. ألو. مرحبا. مرحبا. هلا هلا ومية هلا. من ويانا؟ من ويانا؟ دي يدقون عليه، دي يدقون عليه. الو 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 مرحبا. اهلين وسهلين. شلونك حبيبتي؟ انا بخير. اذا انت بخير. ده تشوفيني على السومرية؟ ده تشوفيني على السومرية؟ اي اكيد. هاي ايش قد؟ شلون؟ هاي ايش قد؟ بس لحظة، مو الصوت يعني. شوف قبل خمسة. عافية عليك. يلا هسه راح نبلش. اسمك الثلاثي؟ هدى أمير حسون. هدى أمير حسون. من وين يا هدى؟ يا هدهد. من النجف. أهلا وسهلا بالنجف الأشرف. أهلا بك. الأعزاء والأحباء والأقرب على قلوب أكيد شاشة السومرية. يلا هدى قولي لي شو وقت أتوقف من الخبط؟ توقفت. حلو. أمر تأمريني. توقفت. 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 حاضر. تمام. أقسم الورق بالنص. أي قسمه. يلا. جميل. أحس اليوم أنتي جاية داخلة بقوة. يمنى لو يسرى هدى. إن شاء الله. يمنى لو يسرى هدى. يمنى. يمنى. حلو. جميل. يمنتك هدى. هدى. نعم. تحبين الأحمر لو الأسود؟ بما انه انت لابسه اسود نقول ان شاء الله اسود. اسود. اوكي هدى، ويا رقم لو بدون رقم؟ بدون رقم. بدون رقم. هدى انت دا تلعبين على اللون الاسود ودا تلعبين على 100,000 دينار عراقي. جاهزه اكشف لك الورقه؟ ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله يا هدى. جاهزين؟ جاهزين. اوب فا هارد لك يا هدى، وتحياتنا للنجف الأشرف. حظ أوفر. نروح أكيد إلى فصل، وبانتظاركم أرقام واتصالات كلش هواية وحاضرين. ولحد هسه إحنا لنخلط بالورق لننتظر الفائز بالنص مليون دينار عراقي. فاصل. أحمر لو أسود. رجعنا أكيد من بعد الفاصل، وبانتظار المتنافسين اللي يلعبون ويانا من ألوان وأرقام أكيد. وناخذ اتصال ونقول ألو. 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 مرحبا. يا هلا. مرحبا. يا هلا بيك. من ويانا؟ أهلا وسهلا. من ويانا؟ من معنا؟ ميسر من بغداد. الاسم الثلاثي ميثم. ميسر فرات حميد. ميسر فرات صلاح من بغداد. ميسر. نعم. ميسر قل لي
اليوم جاي انت تدور الرقم الصعب لو شنو؟ والله شي يطلع من عصفه نعم الله. يا الله نعم الله نعم الله اكيد ونعم بالله 100 مره هم. يلا قل لي شو كنت اتوقف عن الخبط يا ميسر؟ نعم شو كنت اتوقف عن الخبط يا ميسر؟ دا تشوفني على شاشة السومرية؟ نتوقف هالشي. اتوقف حلو. ميسر اقسم الورق بالنص. نعم تمام تمام قسمنا الورق بالنص صارت عندك جهتين يا ميسر، جهة اليسار واليمين يا ميسر. اوكي حاضر. يمنى لو يسرى ميسر؟ يمين يمين. يمنتك يا ايس ايس يا مي اي شنو شنو ميسر شنو عطيت اعتذر. تمام ميسر تحب نعم. الاحمر لو الاسود؟ الاحمر. الحظ تحس باللون الاحمر صح؟ نعم. نثبت؟ نعم نثبت. رقم بدون رقم يا ميسر؟ رقم. رقم شنو الرقم يقول يا ميسر؟ سبعة. سبعة. سبعة لون أحمر اختاريت يا ميسر، ده تلعب على نعم. 350 ألف دينار عراقي يا ميسر. ميسر نعم ويلي يا ميسر. ميسر ليش اختاريت رقم سبعة؟ والله يعني رقم مميز بالنسبة لي. شون تحسه رقم ميلادك دائما حظك رقم سبعة؟ تاريخ معي. تاريخ مهم هذا. تحياتنا بالضبط. للتاريخ المهم. ميسر افتح. نعم افتح الورقة. افتح. حاضر افتح. جاهز؟ جاهز. افتح عيونك. افتح عيونك يا ميسر. ورقتك تقول لك حظ اوفر ان شاء الله. شكرا لاتصالك يا ميسر، وناخذ اتصال اخر ونقول الو. ميسر رقم سبعة لون احمر حظ اوفر. والله تمنيت صراحة اني يفوز ويانا، لان هو كان الوحيد يعني يمكن بقلة قليلة اختار اللون والرقم. اليوم أغلبية المتصلين بنات، أغلبية المتصلين فقط ألوان. نريد شخص متنافس، حس الحظ موجود بهذا الورق. وهسه دا أخلط ودا أنتظر الاتصال اللي يربح من عندنا مبلغ وقدره بعد ما يختار اللون أو لون ورقم. ونقول ألو. ألو الو مرحبا. من ويانا؟ ميت مرحبا. مليون مرحبا. جاسم محمد. محمد شنو؟ محمد صالح. محمد صالح شنو؟ محمد صالح الهمواندي. محمد صالح علي ساعدني الهمواندي. شنو هو؟ سامر جاسم محمد صالح الهمواندي. سامر جاسم محمد صالح. يلا يا سامر. سامر شو كنت اتوقف عن الخبط؟ يلا دشوفني هساني بلشت اخبط بسرعة كبيرة حتى اليوم اريد الحظ يمك وان شاء الله الفوز الك. يلا يا سامر توقفي. اوقف. حلو 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 وانت تلعب حلو حلو. توقفي. سامر اقطع. 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 حلو يا سامر حلو. يمين لو يسار يا سامر؟ لون الأسود. لا 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 صبر أصفر من هنا. سامر يمنى لو يسرى؟ يمنى. يمنى. يمنتك يا سامر. سامر أحمر لو أسود؟ أسود. أسود. رقم بدون رقم سامر؟ رقم. رقم شنو يقول؟ خمسة. خمسة لون أسود. سامر 250 ألف دينار عراقي تلعب على مبلغ يخبل، مبلغ من الآخر، مبلغ يعني شنو؟
يعني وخر، يعني تاخذه تتونس به، تعزم أصدقائك على فطور وتجيب مسواق للبيت من الآخر يعني. بس ليش اختاريت رقم 5 وليش اختاريت اللون الأسود؟ والله شوف الحظ ما قاعد يعني، بس لا إن شاء الله الحظ وياك وحواليك. أفتح أفتح الورقة أكشفها، جاهز؟ أكشفها. يلا يا هلا بخانقين وهلا بأهلنا، وأقول لك هارد لك. 10 لون أحمر، هارد لك، شكرا لاتصالك. حيا الله أهلنا بخانقين. ونقول ألو ألو ألو. شنو هاي اليوم كلش موتوني. ألو هلو. مرحبا. هلا عيني مراحل. هلا شلونك؟ ألو أسمع. علي صوتك، رمضان كريم على الحلوين. رمضان كريم علينا وعليك. من ويانا؟ الاسم الثلاثي ومن وين؟ رسل وعد الله حميد من الموصل. رسل وعد الله حميد من الموصل. يا هلا يا هلا، وكلات الهلا بهالموصل. شلونكي؟ اخباركي؟ مليحه. دوم دوم. يلا يلا يا سلوى. سلوى رسل. اي والله صار ما خلص عندي داع النسيان، حتى فصل حتى ما احكي لكم بس ما صارت تو ماتش. عيدوا الاتصال اكيد برسل. اعتذر. قول شنو ما فطرت. يلا ناخذ اتصال، يا ريت نعيد الاتصال برسل من الموصل الحبيبة. نتمنى الكل اليوم يربح ويانا. ونقول الو الو الو. مرحبا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، اهلين ومرحبتين بوستين على الخدين. يلا اول شيء رمضان كريم، الاسم الثلاثي لو سمحتي. رمضان كريم عليش اديان سلاح هاشم. ها شنو بس ممكن تعلين صوتك؟ اديان سلاح هاشم. اديان فلاح هاشم، يا هلا ومية هلا باديان. اديان من وين؟ من بغداد. هلا بأديان وهلا بنت بغداد. يلا يا أديان جاهزة نبلش؟ أوقف. اي أوقف. حلو. أقطع. اي أقطع. أقطع. هلا بأديان وهلا باللعيبة اللي من الآخر. يمنى لو يسرى يا أديان؟ يسرى. يسرتك يا أديان، حلو جميل. إذن أحمر لو أسود يا أديان؟ أحمر. أحمر. رقم بدون رقم؟ بدون بدون بدون. مستعدة أكشف الورقة؟ مستعدة. يلا والورقة تقول لك ألف مبروك، ربحت ويانا 100,000 دينار عراقي. عافية عليك يا ديان. كفو 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 منك. ناخذ اتصال آخر ونقول ألو الو. يوم شغل. اي والله يعني انا اريد اليوم متصل يقول لي 10 9 8 7 عمي 6 عمي 2 لا 2 لا 100,000 يا فد فد 4. جميله جميله جميلة. 200,000 من الآخر. 4 200,000 فشي. 5 250 بيشي. حلو. 10 نص مليون دينار عراقي. فشي بس أريد قلب قوي. شون زين البارحة 450,000 دينار عراقي. قلب قوي جاي من الآخر يطير جامدة. 9 يلا جيب 450. والله العظيم كل لون لون لون.
سوري اكيد يلا ناخذ اتصال. ما نريد اعرف قلب جامد، قلب قوي. اللعبة هاي تحب القلب القوي، ابو حظ الحلو والله جد، مو ظرفة شيء. يلا نقول الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة، من ويانا؟ يا هلا ومية هلا بهالصوت الحلو. مريم منذر. مريم منذر شنو؟ الاسم الثلاثي مريومة. حمد. حلو، هلا بمريم. مريم من وين؟ من الديوانية. هلا بالديوانية. هلا بالديوانية، بنت الديوانية اللي جاية تلعب وتربح. يلا قولي لي شو تتوقف من الخبط. مريم ميمي منورة الشاشة حبيبتي. ثانك يو، منورت يا عمري. او نايس. يلا توقفي. توقفت امر. يلا مريومة اقطع. قطعي. قطعت. يمنى لو يسرى مريم. يمنى. يمنتك يا مريم، وهذه ورقتك يا عزيزتي. مريم احمر لو اسود. شو تقولي انت؟ نفس شعري اسود نفس ملابسي. والله يعني بصراحه هو كل شيء حلو يعني اليوم جاي من الاخر، بس انت شنو تحبين الاحمر لو الاسود؟ شنو تحسين اللون اللي تحبيه؟ تحسين من تلبسين لون احمر مثلا او اسود حظك قاعد على هاللون؟ يلا يعني ان شاء الله نقول احمر. احمر حلو، حلو احمر. رقم بدون. بدون. بدون احمر بنت الديوانيه ميمي بانتظارك 100,000 دينار عراقي. حاضره انه اكشف الورقه ميمي؟ اي نعم. يلا مريومه، مريومه ورقتك تقول لك هارد لك. شكرا جزيلا اتصالك. ناخذ اتصال اخر. ناخذ اتصال، لكن قبلها يا ريت انه ما تسالوني اني اختار لكم اللون، لانه هذا الموضوع يعتمد على حظكم واحساسكم والهامكم. انا ما اقدر اساعدكم غير انه اخلط الورق واقطع الورق واخيركم لو احمر لو اسود او يا جهه تفضلوها او لون او لون ورقم. ما اقدر ابدا اساعد اي شخص لانه هذه من شروط اللعبه، فكلش اعتذر. اتمنى انه اساعدكم، لكن هذا الشيء يعتمد على حظكم واحساسكم والهامكم. يعني ضروري انه من تدقون تقولون مثلا فد رقم زين، رقم صعب، تفوزون فد فلوس حلوه، فد شيء. ونقول الو. الو. من هالنوع الثاني. 0-7-8-700-940. قلنا او نرجع نذكركم انه مسج واحد على الواتساب كلش يكون كافي انه نتصل بكم. يعني نتمنى انه ما يصير لود، لا تتصلون على الرقم رجاء رجاء، فقط مسج. احنا ما راح نخلي اي احد يشترك يتصل هوايه على هذا الرقم، لان دا يصير لود على الاتصالات، بالتالي انت تتاثر على الناس المتصله، على الناس الدازه مسج، وتتاثر على الاشتراكات، فهذا الشيء مو بحظك اكيد ولا راح يجي اكيد بمصلحتك. فنتمنى انه تلتزمون بالشروط، ونكون جدا جدا ممنونين وكلش فرحانين بمكالماتكم الهوايه، وكلش فرحانين بالمسجات اللي دا توصل بكم جدا هائل، وهذا الشيء يفرحنا ويفرح قناه السومريه اكيد وشاشه السومريه. نرجع نذكركم اكيد بشروط المسابقه. لا تنسون لازم تكونون تتابعون شاشتنا، يعني لازم تتابعون خطوات اللعبه بحذافيرها، مثل هسه الخلط. طبعا راح اعتمد على انه تشوفوني دا اخلط حتى تقولون توقفي عن الخلط يا انغام. ولا تنسون انه هم الخطوه الثانيه اقطع الورق، والجهه المفضله عندكم يا يمنى ويسرى، واللون اكيد احمر لو اسود، وبالاخير رقم لون لو لون ورقم. نقول الو. ننتظر اكيد اتصالاتكم ونقول الو. الو. وصلنا للاسف نهايه
حلقتنا من أحمر لو أسود. انتظرونا باكر مع زميلي علاء، رح يكون وياكم بالحظ الحلو. دائما نتمنى أنه ما تسألون شنو اللون الحلو وشنو الرقم أو غيره، نحن ما رح نقدر نساعدكم غير نمشي بخطوات اللعبة. إن شاء الله الربح للجميع، وأكيد أحمر لو أسود. برنامج الملايين دائما بانتظاركم. باي باي، تصبحون على خير.